كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة كاب 24 تي في، كنتواجدوا حاليا بمدينة الفنيدق، حيث أن السلطات المحلية يعني قامت منع التظاهرة، وكنظن على أن هذه هي النهاية ديال سلسلة مظاهرات الفنيدق أو احتجاجات الفنيدق تحت شعار جمعة الغضب. يعني اليوم ما كانش شي تجمع من طرف الساكنة، حيث أن السلطات يعني قامت باتخاذ الإجراءات يعني استباقية من أجل منع التجمعات من طرف الساكنة، وكنظن على أن يعني هذه الإجراءات لقات واحد النجاح، حيث أنه يعني ما كان حتى شي رد من الساكنة من أجل يعني المعارضة ديال هذا القرار. كيف ما كتشوفوا يعني مدينة الفنيدق الآن هي يعني شبه يعني شوارع ديالها شبه خالية، يعني تزامنا حتى مع يعني القرار ديال حظر التجوال الليلي. كنظن على ان هذه هي النهايه ديال جمعة الغضب بمدينة الفنيدق. كنتمنوا ان يعني تكون يعني الصوت ديال الساكنه ديال الفنيدق يكون وصل للسلطات المعنيه بالامر، ويعني قامت اتخاذ يعني حلول باش انها تعالج الوضع الاقتصادي اللي كتعيشو يعني المدينة. اذا كيف ما كتشوفوا هذا يعني هذه هي الساحة اللي كان كيوقع فيها يعني التجمهر ديال العدد هائل من الساكنة ديال الفنيدق. كنشوفوا لان الساحة الان هي خالية، كتتواجد حاليا هنا غير السلطات المحلية من أجل تطبيق يعني القرار المتخذ. وكنظن على أن هذا القرار هذا يعني جاء من بعد يعني تعليمات ديال السيد الوالي ديال جهة طنجة تطوان الحسيمة، باش أن زعما يعني التظاهرات توقف، بحكم أن يعني كاين هناك يعني حلول في طور التطبيق وفي طور الإنجاز من أجل يعني إدماج ساكنة الفنيدق في سوق الشغل وخلق فرص ديال يعني ديال العمل من أجل يعني معالجة الوضع الكارثي الاقتصادي اللي كانت كتعيشه مدينة الفنيدق، واللي خلى الساكنة أنها تخرج تعمل هاد الاحتجاجات. مشاهدي قناة كاب 24 تي في، يعني كنحيطوكم علما بان يعني حسب مصادر خاصة ديال قناة كاب 24 تي في، يعني في هذا الاسبوع كان واحد التأهب ديال السلطات المحلية ديال مدينة الفنيدق باش انها يعني تعرف المنبع ديال المشكل اللي باقي يعني لحد الان كيعيق التواصل ديال او المواصلة ديال الادماج ديال هاد الساكنة. وكنظن على انهم يعني قرروا انهم يوصلون الحل النهائي، بحكم ان يعني كان واحد التاهب كبير ديال السلطات هذا الاسبوع هذا، وتاخذوا يعني الاجراءات اللازمه وتشيل الاغلبيه ديال الساكنه وخلق لهم يعني فرص الشغل. هذا الجواب هذا الصراحه اللي يقدر يعطيه لنا هو الساكنه ديال الفنيدق، واش انهم خدموا ولا باقي ما خدموش، ولا انهم واش خدمت واحد النسبه او لا بقى واحد النسبه اللي هي كبيره باقي ما خدمتش. نتمنوا انه يكون يعني رد ايجابي من طرف الساكنه. ما كنتمناوش اننا نشوفوا يعني المزيد من هذه التظاهرات، اللي يعني كاين واحد الفئه ديال الناس اللي كيقدروا انهم يركبوا على هذه الموجه هذو، كيقدروا انهم يخلقوا واحد يعني بلاص انها كتكون تظاهرات سلميه كتتحول الى تظاهرات اللي هي عدائيه وشبكات مع الامن، وهذا الشيء بطبيعه الحال كينعكس سلبا على التطور الاقتصادي ديال المدينه. كنتمنى على انها تكون يعني حلول
وصلت للجذع ديال المشكل وان المشكل تحل الى يعني الحد يعني الى هذا القدر. غادي نكتفيو مشاهدي قناة كاب 24 تي في معكم، نتلاقاو معكم ان شاء الله في لايف او مباشر جديد على حسب وضعية ساكنة الفنيدق. نتمنى ان الاوضاع تكون مزيانة والسلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.